اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن برنامج ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. القضيه التي سوف نناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم تتعلق بالعلاقات المغربيه الجزائريه. ابتلينا بجار سوء يقول على نفسه على انه بلد المليون شهيد، ويقدم نفسه على انه بلد يساعد أو يقوم بمهام التحرير، وهو في الأصل لم يحرر نفسه من تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. سوف نناقش كل هذه الأمور مع الأستاذ عبد الهادي عبد الوهاب الدبيش. عفوا أستاذ عبد الوهاب الدبيش، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا. كيف حالك أستاذ الدبيش؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، الله يحفظك. أستاذ الدبيش، غادي نناقش معك باعتبارك أستاذ ديال مادة التاريخ واحد الموضوع اللي هو الجار الشرقي للمغرب، وما يسمى ببلد المليون شهيد. اولا لنفكك هذه العباره بلد المليون شهيد، الى اي حد انه كاين صحيح هذا الامر؟ هذا جميل جدا انك بديتي بهذه النقطه، ولكن قبل ما نبداو هذا نبداو طبيعه النظام في حد ذاته، حيت ما يمكنناش نفهموا الارقام الخياليه اللي كتعطي عدد الشهداء في هذه البلاد قبل ما نعرفوا هذا النظام كيفاش داير. النظام الجزائري ماشي دوله، ما عمره كان دوله. كيف هو نظام نباتق على المؤسسه العسكريه اللي دارت ما يسمى بحرب التحرير، هي اللي تولت السلطه فيما بعد، هي اللي خدات زمام الامور وما انفصلتش على الصفه العسكريه ديالها، يعني ما خلاش ان الجيش يولي افتكانه، لا دارت من جيش دوله. والمواطنين الجزائريين الاتقياء يعني العقلاء يصفون هذه الدوله بالعصابه، غايتها العصابه هي سرقه النهب، نهب ترى هو الشعب الجزائري، وخلق واحد الفزع او خوف بالنسبه لهذا الشعب الجزائري ويخليه يخاف نهايه المطاف، ولكن خصك تخلق ليه بوعه ديالو كما يقال بالعاميه، وبوعه او الغول اللي كيخلع ما كاينش في دول الجوار، ما غاش مثل هذا الدور، لا تونس ضعيفه، لا ليبيا عدد سكان قليل، لا نيجر ميتة كاع على الإطلاق، لا مالي، لا موريتانيا، كل هاد الجوار ضعيف. الدولة القوية اللي غتمثل الدور ديال بوعو كيخلع الشعب الجزائري هي المغرب. يعني دائما البحث عن عدو خارجي. في المدرسات يعلموهم أن بوعو في المغرب، وأن المغرب ما يجي منه غير المشاكل. يعني داخل المنظومة التربوية اللي كاينة في الجزائر هنالك شي حاجه سميتها المغرب مخيف، وجاي منه المشاكل، وجاي منه الوباء، وجاي منه كل انواع المشاكل جايه من بوعو. فباش يمكن النهار الاول كانوا كيعتقدوا انه هذا النظام الملكي في المغرب خصو يحيد. اللي دار لهم الفكره في راسهم هو عبد الناصر. حرب 63 هي حرب الوكاله مع مصر ماشي مع الجزائر. عبد الناصر خرج وهو اللي رخص فكره اكذوبه ما يسمى بمليون شهيد. ثم بلاد الشهداء، ثم بلاد مليون شهيد، وهذه الانظمه قدامكم رجعيه ومتخلفه، والنظام ديال الحسن الثاني متخلف وما عنده حتى شي افاق وكذا وكذا، وخص القضاء عليه، وانتم اللي غتكونوا كتلعبوا الدور الريادي في حركه التحرر في العالم. اذا اكذوبه ديال مليون شهيد زادت عليها اكذوبه ديال الزعامه. يعني انه حرب الرمال كانت حرب مع مصر بطبيعه الحال، حرب مع مصر على حسن مبارك، وانه حسن مبارك كان اعتقل اعتقل واسقطت طائرته، يعني باش يقول لك بانه هما حقا ما استخدموش الطيران استخدموه، وحرب الرمال هما اللي بداوها ماشي حنا. كاع الوثائق والاثباتات التاريخيه تؤكد ان المغرب ما هجمش على الجزائر وما عمره هجم عليها. حرب الرمال هي حرب نتيجه لتدخل مجموعه ديال الجنود الجزائريين في المناطق الحدودية اللي المغرب كان كيعتبرها أرضه ماشي ديال الجزائر، وماشي يعني هاد الأرض هذه اللي قامت عليها هي حرب. دامت تقريبا شي شهر أو شهر ونص، أكتوبر بداية نوفمبر كانت تقريبا الصلح في باماكو، ولكن هاد الحرب دارت مع عبد الناصر في الواقع، والفكر ديال عبد الناصر مع كامل الأسف باقي ما عشاش حتى عندنا هنايا. للأسف فعلا. ما عارفينش الحقيقه اللي يمكن كاينه في هذه المواقف. فاذا حنا الحرب درناها ماشي مع الجزائر، درناها مع مصر. مصر عبد الناصر من مصر عبد الناصر من خلال
جبهة التحرير الجزائرية، حيت هو كيعتبر نفسه أنه عنده سلطة أخلاقية عليهم لأنه مدهم سلاح وكونهم دار منهم حركة ديال التحرر فترة من فترة. يقدم نفسه على أنه زعيم قومي العربية وأنه زعيم تحرر، ولكنه في الواقع رحمه الله لم يحرر شيئا، ما حرر لا اليمن، بالعكس السودان مشات ليه، نظام ملكي كان عنده مصر والسودان. ملي نات الجمهورية العربية المتحدة أول حاجة فقدت هي السودان، مشات لها السودان. هانت فقدتي جزء من التراب اللي كان المصريين كيعتبروه ديالهم واللي هو من في الطبيعي ديالهم. سير قلب البحر يعني السودان كيفاش دايرة، كلها أراضي زراعية فيها رأس المال الخليجي منتشر بشكل كبير بزاف، الزراعة أيضا زراعة، وكيأمن الغذاء ديال دول الخليج لأنها شرات الأراضي تما. إذا أنت فقدتي شنو مصدر من مصادر الغذاء اللي كانت كتعطيك ما تاكل، تخلق لنا من الأمن الغذائي. الأمن الغذائي المصري مشى، عبد الناصر فقد الأمن الغذائي اللي كان كيأمن الأكل والشرب للمصريين، وفقد معه أيضا جزء من مصادر المياه اللي هي النيل الأزرق. من غير النيل اللي سد هذا في ذبحه أو كان على الأقل عنده واحد النصيب منه، فإذا فقد السيول، فقد الفيضانات، فقد القدرة على أنه ينتج الغذاء ديالو. فالجزائريين تقول أكذوبة، وشعب مسكين ساذج، يعني اللي عطيتيه يستهلكوا في المعلومات، يعني إلا عطيتيه شي معلومة تقدر تدوزها عليه بسهولة لأنه ساذج. وملي عنده هذا المعطى ديال السذاجة، فعبد الناصر دوز عليه فكرة أنه عنده بلد مليون شهد. ملي كنجيو نقلبوا الكتابات اللي دارت حول عدد الشهداء في الثورة الجزائرية، عدد الشهداء لا يتعدى 250 ألف شهيد، وان كل الذين توفوا في مرحله ديال حركه التحرير الجزائريه ما تيتعداش 450 الف. عدد الشهداء اللي قلت لك 250 الف فيهم 30% مغاربه، يعني الدعم المغربي لجبهه التحرير والفتره ديال الاستعمار منابع من كون انهم كانوا كيحاربوا نفس العدو، وكان ايضا دعم ديال المغاربه. وبطبيعه الحال الدعم المغربي ماشي بقى فقط غير جبهه، كان دائما دعم ديال المغرب لحركه التحرير الجزائريه دائما. في حوار مع الزملاء التونسيين كانوا تيقولوا لي انهم كانوا كيباتوا في تونس او في المغرب، ولا غدا كيصبحوا من الدار ميتين مقتولين اعتقادا من هذاك العصابات اللي قتلتهم، اللي هما كيدعيو مقاومه بين قوسين انهم غدا الصباح غادي يمشيو يبيعوا بهم عند البوليس الفرنسي. اذا هي كذبه مصريه وصدقتها الجزائر والان تروجها. صدقتها الجزائر وزادت عليها كذبه اخرى ديال الزعامة ديال حركة التحرر في العالم ومساندة القضايا العازلة، كتبة كبيرة، لأن اللي كي يساعد حركة التحرير من الدرجة الأولى كي يحرر بلاده، وهي الأولى حرر المواطن ديالك من الفقر ومن الجوع ومن البطالة ومن الحاجة ومن المرض ومن الجهل ومن 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 ما غيمكنناش نعتقدوا أن الإنسان اللي كيحرر كي يقول خطاب واقع نقيض الخطاب اللي كيقول. الجزائريين هذا هو حالهم، يعني ملي كنقول لك أن الناس أنا ما قالوا ليش فكرة العصابة، ما قلتهاش من راسي، الجزائريين اللي كيقولوها فعلا. هذا هو الشعار اللي كان في الحراك الاخير. العصابه ماشي انا اللي قلتها، كيقولوها الجزائريين المدافعين عن دوله مدنيه حقوقيه الى غير ذلك. وغنعطيك واحد المثال، انا ما قالها ليش ما خديتش بعين الاعتبار ما يقال ما يقوله العربي زيتوت في لندن، ياك، وما خديتش ما يقوله عبد السمار في باريس، خديت ما قاله لي استاذ جامعي رياضيات في كندا في جامعة كندية، وأنا جاي أنا وياه من فاس للدار البيضاء، غادي هو لمراكش أنا غنزل للدار البيضاء، واللي قال لي بأنه خص الجزائر الحكومة الجزائرية يكون عندها عدو باش تشرق الشعب الجزائري، وهذا العدو هو المغرب. كون كان المغرب كيلعب شي دور واحد آخر من غير أنه كيلعب بوعو بالنسبة للشعب الجزائري كون ما يكونش هاد الحالة. فإذا العصابة الحاكمة في الجزائر هي عصابة قائمة على النهب،
وغايت هاي النب وما كاين ما لا شعب جزائري ولا استحمر. يعني استحمر 30 جنرال بما فيهم جنرال كوردان ما جاو من الديفيزيون على ذلك لواءات ولا ذلك راهم 30 عشرات الضباط من كولونيل ماجور كولونيل كولونيل ليوتنون كولونيل على ذلك في السجن. هذه المؤسسة اللي عندها مشاكل مع راسها وعندها مشاكل مع الشعب ديالها وعندها مشاكل ديال كيفاش يمكن لها تبيض الاموال ديال النفط والغاز بشكل واحد اخر. دونك بالنسبه لي انايا الحرب مع الحرب التي تمارسها الجزائر علينا هي حرب قادره ما فيهاش بعد اخلاقي وما كتراعيش حسن الجوار وما كتراعيش القواسم المشتركه الموجوده بيناتنا وما كتراعي حتى شي بند من بنود الاخلاق المتعارف عليها دوليا. يعني نحن امام حقد تاريخي لهذا الجار وما غينتهيش. واهم من يعتقد اننا في شي نهار في الصباح غنفيقوا على جوار مزيان مع هذا. لهذا انا كنت طالب ان الدوله تدير واحد المعهد متخصص في دراسات الجوار. المغرب في القرن التاسع عشر حدود متناهية الأطراف من اللي بغى الاستعمار يهرسوا في مؤتمر مدريد وفي مؤتمر برلين وفي جزيرة خضراء وعهد الحماية والاتفاقيات اللي كاينة. هذيك الاتفاقيات مبنية بناء على عمل دارت مسبق منذ القرن الثامن عشر هو تيدار هاد الخدمة هادي. البعثات العلمية الفرنسية رحلات الاستكشاف جغرافيين انتروبولوجيين دوتي راجل بحال العطار لعب دور العطار فعلا ولكن في العمق ديالو راه كان انتروبولوج سوسيولوج. فاش هتم موضوع ما كانش ديك في ديك الفتره هذيك تقولوا هذا الشيء فقيه يهتم به يقول لك سير بعد مني ولا رجمك. السحر والدين في شمال افريقيا من ناحيه السوسيولوجيه والانثروبولوجيه شنو معناها؟ معناها انك كتملك الادوات ياك لتفتيت بنيه مجتمعيه معينه. كوبولاني دارنا مشكل مع موريتانيا ما بقاش موريتانيا ولا سميتها في الاول الصحراء الغربيه ثم من بعد دارنا موريتانيا اللي دفعوا العسكر الجزائري في اتجاه احتلال الغرب الجزائري اللي هو اراضي مغربيه وتوازن اللي طاحت في 1900 ما بين 1898 1900. الاسبان داروا عليك حرب ديال تطوان. الفرنسيين بعدا داروا معك حرب ديال ايسلي معركه ايسلي في 1844 باش يقول لك ان الحدود ديالك مازال ما عارفينهاش. من الحجه في ذلك حاجة معقولة إلا جيتي تشوف تلقى معقولة. القبائل ما عرفناهاش فينا هي ما يمكنناش نحدو مجالها. إيه راه طبيعي القبيلة كتتحرك دائما متحركة فرحل ما بقاش ماشي مدينة هادي القبيلة كتتحرك. دوي منيع كانوا كيتحركوا من توات حتى الرشيدية حتى الفيكي وبقى فيهم عائلات سميتهم المنيعي مكناس فاس جميع المدن العاشقة فيها الأسرة المنيعي. فاذا شكون اللي دار هذا العمل الاكاديمي الكبير اللي استطاع القوه الاستعماريه الاداه لكي تنخر الجسد المغربي؟ هم انثروبولوجيين سوسيولوجيين جغرافيون اثريون مؤرخون هادو هما. يعني انتم استاذ الدبش كتقترحوا ان يكون واحد معدل الدراسات ديال الجوار على اساس بوفق نفس المنهجيه لان المشكل الجوار ديالك صعب. نعم ماشي غير مع الجزائر الجوار المحيط كله اللي كيجاو شوف سي عبد الله العلوي الله يحفظه قالها في 2000 جابته ملكة ملك الحوار في الواجهة في القناة الثانية 2000 يونيو 2000 أو شو تنبير مقاش عقلوا عليه تحل هو قبل عبد الجابري جابته بجوج هو كان رائع جدا جابري هو كان رائع ولكن ما يوصلش للهروي لانه الهروي كان رائع ودوز رسائل سياسيه كبيره بزاف للدوله. طرح عليه صحفي قال له السي العروي شنو هو
الخطر اللي كيتهدد المغرب. قال له مازال ما عرفتيش هذا الخطر اللي كيتهدد المغرب، طل في الخريطه وغيبان لك شنو هو الخطر اللي كيتهدد المغرب. شوف الخريطه باش تكون، شوف الخريطه وتكون فيك حتى مغربي لداخل ساكنك كتنفسها من الصباح حتى العشيه. خصك تعرف باللي راه الجوار ديال المغرب صعب فعلا. فكره ديال البحر وراءكم والعدو امامكم راه ما ماشي عبثيه، بالعكس مازالت راهينيه ومازال عندها بعد راهيني الى اليوم. نعم. عندك المحيط ما عندك فيها بحر، الظلمات. عندك اسبانيا والبرتغال ما نقدرش نقول على انهم اصدقاء ولكنهم اعداء استراتيجيين. وعندك عدو جار احمق معتوه ما عندوش الأهلية للتصرف حتى في نفسه، فما يمكنلكش تأمل العواقب اللي غادي تجي منه. بالنسبة لي أنا كيبان لي النظام الجزائري ولا الحكم الجزائري وضعيته مثل وضعية الأحمق المعتوه الذي لا يمكن إلا الحجر عليه، ولا يمكن أيضا حتى التنبؤ بما يمكن. ما يمكنش تنبأ الأحمق، ما يمكنلكش تنبأه شنو غيمكن له يدير، شنو يجيك منه. دونك بالنسبه لي انا النظام الجزائري نظام احمق. وعندك في الجوار الجنوبي جار متقلب، يوم لك ويوم عليك. كنا كنفضلوا ان السنغال تكون هي الجوار ديالنا امنيتنا، ما يكون الا جوار جيد وحسن بالنظر لانها دوله ابانت على انها دوله ديال العقلاء وفيها حكماء وفيها ناس مثقفين وفيها ناس صوفية وفيها ناس يحبون الله. عدا ذلك كل الجوار المغربي جوار صعب. لذلك يعني غادي نرجعوا لهذا الامر اللي تكلمت عليه اللي هو استراتيجي اللي هو المبلغ هذا المعهد هذا. يعني في نظر الى اي حد ممكن انه هذا المعهد هذا يعني يتقي يوقينا شر هذا الجيران هذا؟ هو ما تنظنش ان الناس كدير المعاهد عبثا، وهذا هو الدور ديالكم كاساتذه التاريخ. ماشي دوري انا، هذا دور الدولة. أنا شحال باقي لي في العمر؟ 20 عام كاع. كاين شبان صغار باقي كيفكروا بعقلية أحسن مني وأقل مني وفيهم مني مستوى راقي، يمكن لها تكونوا ديرو ويدير لك حوار ويدير لك قراءات ويدير لك دراسات اللي أنت كتبني عليها. أنا ما كنشوفش كيفاش أن الجامعة المغربية كتشتغل حتى واحد ما حاشاها ولا قالنا ورينا الله يرضى عليكم شي دراسات درتوهم بيناتكم، ديرونا دراسات على ما عرفتش على شكون اللي كياكل فلفله في اوروبا، حنا كنمشيو الفلفله وهنا لما نبيعوها. فهمتي؟ انا كنت قميجه وما عرفتش شكون اللي كيلبسها، انا عندي واحد اللون معين زائد على الوان اخرى وما عرفتش شكون اللي كيعجبو. وهذه هي الدور ديال الجامعه بالاساس. دور الجامعه هي انها كتبين صاحب القرار، صاحب القرار يبني كيف يمكنه ان يبني قراره الى غد. احنا مازال ما وصلناش لهذا المستوى. هذا في نظرك ما تصدمش على انه الدراسات حول الجزائر قليله الى ضعيفه؟ ماشي قليله، ماشي قليله، لا ماشي قليله، موجوده، لا موجوده وكاينين وكاينين باحثين اللي بشوف في الجوار صعب وعطاو اراء واطاريح مهمه جدا. ولكن ما مدى حضور هذه الدراسات عند صانع القرار؟ واذا بالنسبه لي انا اللي كنعرف حاليا كاينه اطروحه وحده اللي يهتموا بها. هذا الاستاذ جلالي العثناني لانها هضرت على الصحراء في محك، على محك الاستعمار. لو سارا اليبروف اليبروف à l'épreuve de la colonisation. كتاب ديال جلال العثناني انا ميقن ان الدوله مسمى به، ترجمته للغه الانجليزيه وكيترجم حاليا للغه العربيه وغيترجم لغات واحده اخرى، ولكن العمل ديال جلال العثناني عمل رائع. فكك مصطلح الصحراء الغربيه انه مصطلح نهضروا عليه الاسبان، ما كاين حتى شي اثر ديال الصحراء. هذيك المنطقه راه سميتها الساقيه الحمراء وصافي، تاهو الذهب ما كانتش، كانت تيرس غربية. تيرس يعني ما يعني المصطلحات راه الاستعمار اللي دارهم ودارهم بناء على ايش؟ ما لقاش شنو عنده قدامه تما الصحراء الشرقية للجزائر اللي ديالنا المغرب،
وعندو موريتانيا قبل ما تسمى موريتانيا هي اللي تسمى الصحراء الغربيه باش يميزها على غيرها. لبالك السؤال الاخير استاذ دبيش، يعني الان تتعدد هذه المحطات ديال هذا جار السوء، الافق كيف كيظهر لك؟ اسود، الحرب ما يقدوش عليها وما عندهمش صلاحيه ليها. حرب باش ديرها خصك تكون عندك ان فيفر دين بويسونس كالكونك. ولكن حنا قلنا بان جار السوء احمق، ما ممكنش نتوقعوا الافعال. الحرب ما يوصلهاش، ما عندوش صلاحيه ليها، والا مشى تدارها غادي يكون مصيره مصير العراق، وهذا هو الهدف اللي كينشد ليه الغرب. الجزائر تكون بحال العراق تقسم، وحتى الوضع ديال الجزائر بهذا التقسيم كنظن بانه لن يكون في صالح المغرب. ما غيكونش صالحك على مستوى الامن والهجره. وحنا جربنا العشريه الاخيره كما يقولوا، اذا غادي يكون عندك مشاكل كبيره دير سور حل. سور نكملوا داك السور الجنوبي. لا، الناس كيقترحوا ان المغاربه كل واحد فينا يعطي 70 درهم وغنبنيو سور العلو ديالو 5 الامتار ولكن طالع من تحت للجنوب، وديروا الغام من هنا ومن هنا، خلي واحد 20 متر ديال الالغام، الغام كبيره ماشي الغام صغيره، ديال اللي يحط رجلي تما يطير هو وعائلته. أنتي شاري، أنتي بيرسون، أنتي بكتيري، أنتي فيبر، أنتي نامبورت كوا، سميها أنت ما تشاء. ويجي لهذاك الجوار اللي هنا من هنا ودير صينية وشرب أتاي وتنغ مع راسك، ودير له سجن كبير فيه 2 مليون كيلومتر مربع، صافي. هو دابا نهيتي الجزائر، شنو وقع لها دابا حاليا؟ أحست أنها فقدت كل شيء اللي كانت كتبني عليه الخطط ديالها، تفزق في الماء، مشى لها وفوق على المحيط. اللهم الا كانوا الموريتانيين غادي يكونوا ضعاف ويخليوهم يدخلوا يتغلغلوا، هذا ولي ما غيرحموهمش، ثق بيا ما غيرحموهمش. داكشي علاش الموريتانيين دابا راهم يمكن كنقول انا كيتبناو الموقف المغربي، ولكن مع ذلك مثلا ما عنديش ثقه فيه، لانه الموريتانيين ماشي على الحياه، لانه حتى مشكل كيعترف بالبوليزاريو وكيعترف بالجمهوريه الوهم. اذا انا بالنسبه لي الموريتانيين ماشي في موقف الحياه، بالنسبه لي انا موقف سلبي، انه موريتاني بين نارين، الا مشى قال لك ها الحراره ديالك وكل شيء راه ذلك، ولا عنده شك داك الشيء اللي هو فيه. الشيء اللي هو فيه بالنسبه لي انا كيجي كيجي بالسلم وبالاداب، كيجي باللطافه وبالسلاسه، يمكن لك تحصل على ما بغيتي في افق قرنين من الزمان الى عندك رؤيه ديال جوج القرون. استاذ دبيش، وانت كنت معنا استاذ لهاب دبيش، وانت استاذ التاريخ. انا متقاعد، شكرا جزيلا. عفوا سيدي.